المعلم والناشطة والإنسانة ثلاث أشياء ضرورية ومهمة. وناخذ هاجس منه نفكروا فيه مع بعضنا بشكل أكثر مهني. تفضل. ورغبتنا في التفكير بشكل مشترك حول الكثير، وهذا كان جليل وواضح من خلال العام الدراسي الماضي. أين كل واحد يبدي صوته في قصة تأجيل الامتحانات أو حاضرة دائما وبقوة. وهذا طبعا مخالف للخطة الدراسية. بالنسبة للمكتب، اليوم الاجتماع الثالث نناقش فيه هيكلية التعليم المقدمة من الوزارة، وهي الآن في صدد الاعتماد. اليوم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني حاضرة، لدينا بعض الملاحظات على بعض الإدارات التي تتبع للهيكلية. تناقشنا في ملف الامتحانات النهائية للطلبة، هم الآن حاولوا أن يغيروا بعض من الجدول الزمني للامتحانات فيما يتماشى مع شهر رمضان. ايضا نتناقشوا عليه اللي هو ملف الملاك او الفائض من الملاك الوظيفي، كيفيه تفعيل مكاتب التعليم في داخل البلديات. كل اداره تقدم المعوقات التي تعيق سير العمل داخل كل 20 حصه رياضيات وعلوم وموافقين. اذا صدرات صدقيه المبدأ في ضمن هذه الظروف الطالب يصير اكثر من ونعرفوا ضريبه الواحد. مع محمود القبلاوي رئيس اتحاد طلبه. المناهج السنغافوريه او ما يعرف المناهج المطوره، وهي المناهج المنفذة في مادتي العلوم والرياضيات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، هي مناهج يعني الحقيقة تخاطب العقل في مستوياته العليا من التفكير، ومناهج في طريقة تأليفها مناهج تعتبر جيدة بل هي ممتازة، يعني تعتمد على نظريات التعلم الحديثة في كونها تجعل المتعلم محور العملية التعليمية وتخاطب فيه قدراته وعقله وتحاول أن هي تنمي هالقدرات دي. بس وللأسف الشديد الحقيقة دائما أي منهج جديد يتم تعميمه في البلاد يفترض أن تسبق أو وتصاحب عملية تدريب للسادة المعلمين الذين هم سينفذون هذه المناهج. أيضا يفترض أننا عندما نضع أي منهج أو نقرر إقرار أي منهج ما على الطلاب من التلاميذ يجب أن نراعي الوعاء الزمني، هل الوعاء الزمني المتاح يتناسب وهذا المحتوى وهذا الكم الهائل من المفردات الدراسية أم لا. بصراحة الكلمة لكم.